ما عنديش الوالدة وما عنديش الوالد. السلام عليكم، معكم مسير لافاج حمرية واش اكسبريس. مهنة ديالي كندير لافاج ياك، ومقصحين شوية من اختي من هاد ديال السدان. انا غير شي السدان هو اللي يدير لنا كلشي. هاد 3 ايام ديال السدان هي داير لنا كلشي، الحمد لله غادي مزيانين. هاد 3 ايام ديال السدان كنطلبوا من الله يكون شي حاجة مزيانة وصافي، هادشي اللي كنطلبوا من الله. فاش وليت خدام فهاد الخدمة اختي ديالي، مسؤوليه والوليدات وبزاف د الحاجات، يعني كنمشيو بزاف كنمشيو نخدموا في شي خدمه، كان عندي بيرمي ديال نخدم شيفور، كندفعوا السيفيات ديالنا والو. شفنا شي عينا رجعنا للافاج، كنقولوا لافاج الحمد لله والله ما هادشي ولا والو. هادشي اللي كاين اختي ديالي. الخدمه ديالي اختي على حسب المدخول ديالها، على حسب غادي مع الوقت نيشان مصروف ديال الوليدات، ووليد واحد اللي عندي يلاه كنصرف على وليد واحد، والمراه والكراره كيعرف اختي ديالي يلاه غادي مع مسطره نيشان. منك تيدي 3 ايام كتاكل العصا، هادشي اللي كاين. المدخول ديالنا اختي ديالي كان بالشهر كتقبض ديك ما بين البروفوار وداكشي، كتجي ديك 3000 درهم فهمتي. الا جيتي قسمتيها على الكرا والمصروف ديال الدار ما تيبقى لك والو، باش نكونوا واضحين فهمتي شنو كاين. واللهم لك الحمد هادشي اللي كاين غادي مع الوقت نيشان. صافي سميتني بارودي، كنخدم في لافاج. انا ما لقيتش البديل، ما لقيتش البديل. المهم كنخدم هنايا صايي فهمتي، ما عنديش الوالده وما عنديش الوالد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.